نزعة الأيتام الثالثة تنطلق من هنا عند مقر جمعية الأمان بالسقر في ولاية تيرت، والوجهة غابة حرملة بهذه القافلة من الحافلات التي صنعت فرقا على الطريق وفي مكان الوصول. أكثر من 1000 طفل وما يزيد عن 200 ممن جاءوا قائمين على خدمتهم. المتعة والبيئة هدف. فهذه رحلة ترفيهية، استكشافية، تثقيفية، تعليمية، تحسيسية بالجانب البيئي الذي تقوم به، اللي هو هدف من أهداف الجمعية لدى اليتيم. وبهجة الأطفال. إن جمعية الأمان لا تفوت أي فرصة لتدخل البهجة والسرور إلى قلوبنا، وهي اليوم تقيم. ونشكر الدرك الوطني وحماية المدنية، ونريد ما تكونش أول مرة وآخر مرة هذه التظاهرة. أجواء متميزة، رقص وبارود، ألعاب التزحلق، وحلقات الغناء والمسرح، وورشة الرسم. على جانب من ذاك الزخم يعزف القائمون على الجمعية نوتات أخرى تجمع الدخان بروائح الشواء والجمر تحضيرا لوجبة الغداء. تحدي الألف يتيم لجمعية الأمان تجربة تتكرر كل عام لتؤكد أن الإرادة وحسن التصرف يمكنهما صنع السعادة.